بالنسبة للجزء الثاني من السي بي اس اللي داخل فيه الاسسمنت 2 كارديو سايكل هارت ساوندز اند بولس. بالنسبة للكارديو سايكل كل الناس عارفة ان هما 8 فيزز وكل فيز انا بتكلم على نقط معينة. اللي يهمني في الام سي كيو الايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز والايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز بتيجي كتير في الام سي كيو. يعني ايزو فوليومتريك لازم يبقى الفوليوم اوف بلاد في الفنتريكل ثابت. لو قلت contraction يبقى ضغط الفنتركل عالي والأورتيك بريشر قليل لأن هو لسه ما استقبلش دم من اللفت فنتركل. الفالز لازم تبقى مقفولة في الحالتين. في الايزوفوليومتريك contraction بنركز على الصوت الأول هو اللي مسموع. ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن الصوت الثاني هو اللي مسموع. اللي يهمني كمان الاتريال بريشر. امتى ضغط الاتريوم يعلى؟ في الاتريال سيستول في البدايه ويعلى مع الايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز نتيجه البلج اوف ذا اي في فال ويعلى بسبب الفينوس ريتيرن انه بيمهل نفسه انه هينزل بعد كده البلد الى الفنتركل. ضغط الاورطه بصفه عامه دايما قليل انه بيوزع الدم بتاعه الى التيشوز ما عدا في الماكسيمم ايجكشن فيز والالاستيك ريكويل اللي بيعملها في الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. نقطه مهمه في الكاردياك سايكل علاقه الاتريال بريشر تشينجز في الكاردياك سايكل حاجه اسمها جاجولار فينوس بالس كيرف اي او سي او في مطالب تعرف كل ويف سببها ايه. اي اتريال كونتراكشن سي هو البلج اوف ذا اي في فال في الايزوبليومتريك كونتراكشن الفي هو الفينوس ريتير الاكس اللي هي نزله الاتريال بريشر اثناء الماكسيمم ايجكشن والواي اللي هي الرابيد فيلينج فيزز. مهم في السايكل تكونوا مركزين 70% من الدم اللي داخل في الاورطه اثناء الماكسيمم ايجكشن و70% اوف ذا فيلينج اوف ذا بلاد بيبقى اثناء الرابيد فيلينج فيزز. مهم في الجاجولار فينوس بريشر تعرف الابنورماليتيز في الويفز. يعني مثلا اي ويف امتى بتزيد ترايكاسبيد ستينوزس امتى السي ويف بتعلى ترايكاسبيد انكومبتنس ايه العلاقه بين الاي والسي هو البي ار انترفال او الاتريو فينتريكولار كوندكشن. لو ركزنا على الاورتيك بريشر كيرف الاناكروتيك لم كلنا عارفين ماكسيمم ايجكشن فيز الدايكروتيك نوتش او الانسيزورا دي اللي بتحصل لما الضغط بتاع الاورطه بيقل في المينيمم ايجكشن والبروتو دايستوليك. الدايكروتيك ويف الاستيك ريكويل اثناء الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. الكاتاكروتيك لمب بيحصل اثناء الرابيد فيلينج والسلو فيلينج والاتريال سيستول والايزو فوليومتريك كونتراكشن فيزز. مهم قوي كل ما نبعد عن الاورطه الاستيستي اوف ذا ارتريز بتقل. لازم تركزوا على نقطه البلس. انت ما بتحسش البلد اللي بيمشي في الريديال ارتري بتحس بريشر ويف ترانسميشن من البريكيال الى الريديال ارتري. الابنورمال بلس بتيجي ام سي كيو الووتر هامر بلس بيحصل في ثلاث امراض aortic incompetence 1 2 انيميا 3 اثروسكليروزس. امتى البلس مره احسه ضعيف ومره احسه قوي؟ الكلام ده في الهارت فيلير اسمها بالسس الترنانس. بالسس بارادوكسيكس معناها امتى البلس يتغير مع الانسبيريشن او مع الاكسبيريشن. فاكتورز افكتنج البلس فوليوم الالاستيسيتي الاكسبانشن اوف ذا ارتريز الستروك فوليوم السرعه اللي انت بتضخ بيها الدم. لو ركزنا عن الكاردياك سايكل في هارت ساوندز لازم تعرفوها. الفرق بين الفيرست والسكند ساوند الصوت الاول تتميز ان هو لب واللونج ولو بيتش. الصوت الثاني بيبقى ضب ويتسمع في السكند انتركاستال سبيسز زائد انه بيبقى قصير وبيبقى هاي بيتش. السبليتنج فيسيولوجيكال سبليتنج سواء فيرست او سكند لما تاخد نفس
هنسمع الصوت الاول كانه مقسوم صوتين، هتلاقي مع الانسبيريشن يزيد الفينوس ريتيرن للرايت اتريوم رايت فنتريكل، يتاخر الترايكاستيك فالف اتقفل يسبقه الميترال فالف، كانه بابين، باب الميترال قفل الاول وباب الترايكاسبيد قفل شويه بعده. نفس الكلام فيسيولوجيكال سبليتنج اوف سكند هارت ساوند، هتلاقوا ان الاورتيك فالف هيسبق البالمونري، يعني باثولوجيكال سبليتنج العكس هيحصل، يتاخر الميترال فالف في قفله مع الانسبيريشن ويتاخر الاورتيك فالف قفله مع الانسبيريشن. يعني ايه مرمر؟ يعني abnormal noisy sound او turbulent sound. لو systolic مرمر معناها ايه؟ معناها ان الميترال والترايكاسبيد اللي مفروض ان هم يقفلوا ما قفلوش، بالعكس لقيناهم لسه واسعين، معنى كده ان هم incompetence، والاورتك والبلمونري اللي مفروض يفتحوا ما فتحوش، لقيناهم ضيقين stenosis. واكيد الدايستوليك نيرمر العكس. الصوت الثالث والرابع ما بيتسمعوش بالسماعة، بالفونو كارديوجرام مكبر إلى الصوت. حاجة مهمة عايز أركز عليها، الصوت الثالث بيتسمع في الرابيد فيلينج فيز، في الناس الرفيعين، في الأطفال الصغيرين، في الأنيميا. الصوت الرابع بيتسمع مع الأتريال سيستول أو الأتريال كونتراكشن، وده abnormal هلاقيه في الهارت فيلير. اخر جزئيه عايز اقولها الكتروميكانيك فيز اوف ذا كاردياك سايكل، ودي مضايقه طلبه كتير. يعني كيو اس 2 من اول سبتم دي بولاريزيشن الى السكند هارت ساوند. سبتم دي بولاريزيشن هيسبق الايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، كاني بقول لك قبل فيز 2 الى سكند هارت ساوند اللي بتحصل في الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز، من قبل فيز 2 الى فيز 6. دكتور فاتن دايما تركز امتى الصوت التاني نسمعه، اديني بقول ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. طيب المرحله دي تمثل ايه؟ قبل ما الفنتريكل يعمل ايجكشن في كهرباء، كهربة السبتم، يبقى بري ايجكشن زائد المرحلة اللي عمل فيها الايجكشن اللي هي ماكسيمم ومينيمم وبروتو دايستوليك، لغاية ما اتقفل الاورتيك فالف في نهاية البروتو دايستوليك فيز، لان الدم كان عايز يرجع بالعكس وممنوع الريتروجريد كوندكشن. طب لو انا جيت سألتك في الكتاب يعني ايه بري ايجكشن فيز، تقول لي عادي كيو اس 2 كلها ماينس ليفت فنتريكل ايجكشن تايم.